ما حدش ليه حاجة عندي، فلوسي وأنا حرة فيها، إن شاء الله أعملها مراكب ورق وأمشيها في الكنال. الله، أنا همشي بقى، أنا كنت جاية عشان أسلم بس على كريمة قبل ما تمشي وترجع لنا بالأمورة الصغيرة. طب ما تخليكي تتعشي معنا الأول. ما أقدرش، عندنا ضيوف، عايدة بيت عندنا، ما ينفعش أسيبها لوحدها، لازم نضيفها. بيت عندكم ليه يا أبلة خير؟ مشاكل مع جوزها، ربنا يهدي الجميع. أيوة، عشان موضوع لولا صح؟ يا ريتها جت على قد موضوع لولا بس، ده الموضوع كبر واتخانقوا واتعصب ومد إيده عليها. دي نبيلة كانت بتحكي لصدقي بتقول له إن دي مش أول مرة، ويا ريت يقعد معاه ويعقله ويفهمه. أنا مش عارفة رجالة إيه يا أختي دول بمد إيديهم على الحريم. إيش حل لو ما كانش دكتور ومتعلم بره؟ يلا فوتكوا بعافية يا بنات. عايزين حاجة؟ شكرا يا أبلة. بالإذن يا حبيبتي. مع السلامة. لعلمك بقى أنا ابتديت أصدقه في موضوع لولا. أنا عارفة إن نبها أزرق وممكن تأذي اللي يجي عليها. ما هي لو مش أول مرة كان زمانك هتبقي عارفة، ده أنت كنت عايشة معاهم في نفس البيت. هو أنت فاكرة إن الناس اللي كانت عايشة معايا في البيت أنا وإسماعيل كانوا عارفين اللي بيحصل؟ زي ما هو كان بيتفنن إزاي يهني، أنا كمان كنت بتفنن إزاي أخبي وداري عن اللي حوالينا. مهما تقال عن فريد مش عارف اكرهه. حط الشنطة، خد نادية وانطرينا برا. تخيلت انك رح تتأخر بمشوارك اكتر من هيك؟ انت جيتي وانا برا عشان تمشي من غير ما تشوفيني؟ انت قررتي تنقلي عند ست ايبي خلاص؟ اكيد لا. مش بتقولوا يا بخت منزار وخفف؟ لو في حد حاسيب البيت يبقى انا، بس لازم تقولي لي، مش هرجع اتفاجئ بده. بصراحه انا كنت محتاره بين انه امشي بلا ما وضعك واترك لك ورقه اكتب لك فيها كل شيء، ولا انطرك لتجي وشوف ردة فعلك على اللي بدي اقوله. بس القدر قرر لي مكتب لي اني اشوفك وبريد ناري. للدرجة دي؟ انا مش بس رح اترك البيت يا فريد، انا رح اترك البلد كله. وبتشكرك انك خلصت لي الورق تبعي انا ونادية اول ما طلبته منك. سافروا؟ ايه، بعد ساعة منكون بطريقنا على لبنان. معي جوازات السفر واشتريت التذاكر ومعي اذن الزوج يلي دغري طلعت لي اول ما طلبته منك، اكيد كرمال تخلص مني ويخلي لك الجو مع عشيقتك. عايدة انا قلت لك ان موضوع لولا ده كله كده. انا مش عم بحكي عن لولا، انا بعرف كتير منيح انه هيدا الموضوع مش حقيقي، لأنه أنا اللي دبرته. أنا عم بحكي عن عشيقتك الحقيقية. كريمان،